السلام عليكم. اليوم غادي نشوفوا فيلم بوت فونست، اللي هو من بين اول الافلام اللي دارت في السينما الامازيغيه، وذلك سنه 1990، من انتاج العربي ال تي وبطوله محمد ابو عمران. الفيلم ديالنا كيبدا بالبطل محمد اللي كيدق على مرتو مع الفجر، واللي باين عليه بلادي ما كيجي في هاد الوقيته. النمره ديالو كتحل الباب وكتبدا كتحيح، واش ديما انت كتجي في هاد الوقت نتاع الفجر؟ فين كتمشي؟ بغيت نعرف فين كتمشي وشنو كدير هاد الليل كامل. هادشي راه بزاف، حياتي كامله وانا معاك ومازال ما عرفت فين كتمشي. قالها شغلي هذاك وانا ما بغيتش نقول لك فين كنمشي. قلت له صافي انا غادي نعرف فين كتمشي. خلات حتى نعس ولبست حوايجها ومشات عند السوافه اللي سميتها اللمحنه، وقالت ليها بلا انا عندي مشكله راجلي الليل كامل هو على برا وما كيجي حتى الفجر. انا كنتاقلو للمحند.